الفنانة المغربية نضال إيبورك، أهلا وسهلا فيك على قناة الحرة وأيضا بالعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا. خلينا نحكي عن سبب زيارتك اليوم لدي سي، ليش أنت متواجدة هون؟ أنا اليوم متواجدة بدي سي لأنه هناك إيفنت، حفلة كبيرة معمولة للجالية المغربية اسمها المراكن تالنت اكسبو، وهذا أول حدث كيتعمل هنا في الدي سي أريا في الجالية المغربية. غيكون بحضور مجموعة الفنانين اللي متميزين هنا في أمريكا وأنا واحدة منهم، فهذه أول دورة وإن شاء الله تكون دورات أخرى ناجحة مثل الليلة إن شاء الله. نضال، حكيتي عن التميز، أنت تميزتي بحفل جدا كبير بمدينة نيويورك، غنيتي فيه للسلام مع مجموعة كتير كبيرة من الفنانين، أنت كنت الفنانة العربية الوحيدة المشاركة بهذا الحفل، خبريني أكثر عنه وعن أصدائه يلي بعد لهلأ عم تتردد بالأوساط الأمريكية. Yes, the One World Concert كان بي Syracuse University بي نيويورك، فكان حفل عالمي معمول لإرساء السلام وقيم الإنسانية والسلام، خصوصا مع الربيع العربي وكل الأحداث اللي كتصير الآن في في المشرق وفي الدول العربية. فكنت الفنانة العربية الوحيدة بمشاركة مع فرقة اللي فيها فنانين عرب كذلك اللي هم عايشين في أمريكا، فكان الحدث جدا مهم بالنسبة لي لأنه كفنانة صاعدة في أمريكا مهم جدا أنك تكون حاضر في محافل دولية أو حفلات كبيرة من هذا المستوى. بحضور الدالاي لاما ومجموعة من الشخصيات السياسية والدولية، كان كذلك بحضور فنانين عالميين مثل ديف ماثيوز، روبرتا فلاك، مجموعة من الفنانين المعروفين في الساحة الأمريكية، وكان حفل جدا مهم لأنه كان تقريبا ما بين 25,000 إلى 26,000 متفرج. نضال، من خلال فنك الملتزم قديش بتحسي أنه عندك مسؤولية بتغيير الصورة النمطية عن العرب ونقل صورة جميلة مثل الفن اللي بتقدميه؟ هو مهم جدا أنه الفنان تكون عنده رسالة، وخصوصا لما تكون فنان عربي في أمريكا، يعني كان عارفوا العالم العربي وكل الأشياء اللي كيمر فيها، فمهم بالنسبة لي أنه نعطي رسالة فنية نعرف الجمهور الأمريكي على الفن العربي وكذلك الفن المغربي، ونقول أنه إحنا جايين من حضارة ثقافة وفن عريق جدا، ومهم بالنسبة للجمهور الأمريكي يتعرف على هذا الجانب، هذا مش بس الجانب اللي مرتبط يعني بالأحداث السياسية والدمار وكل هذا. فمن خلال مجموعة الحفلات اللي قمت بها في أمريكا، يعني تقريبا الجمهور تيكون نص أمريكي نص عربي، والجمهور الأمريكي يعني كتلاحظ هناك تعطش وهناك اهتمام بالثقافة العربية. نضال، وين بتشوفي موقع الأغنية المغربية اليوم بالعالم العربي، وهل برأيك عم تبلش حق انتشار عالمي؟ الأغنية المغربية يعني بالسنوات الأخيرة كتاخذ حقها نوعا ما مقارنة مع الأغاني أو الموسيقى العربية، فهناك مجموعة من الفنانين اللي الآن كيهتموا بالموسيقى المغربية وبالإيقاعات المغربية، يعني كنشوف أنه هناك اهتمام وهناك تحسن، فإن شاء الله تزيد تأخذ طريق أوسع. نضال، بتقولي بإحدى لقاءاتك أنه للأسف الأسماء المغربية بعالم الاغتراب عم ينعرف عنها فقط من خلال الإعلام الأمريكاني، هل برأيك هناك تقصير من الفنان المغربي أم من الإعلام المغربي؟ يعني أنا شخصياً ما كنشوفش أنه تقصير من الفنان المغربي، لأنه الفنان المغربي كيعطي أحسن وأجمل صورة على فنه وثقافته وبلده. الفنان المغربي كيعمل كل ما في جهده باش يوصل الأغنية المغربية للجمهور الأمريكي، يعني أنا كنتكلم كفنانة مغربية في أمريكا. يمكن هناك تقصير من جانب الإعلام، لأنه الإعلام بصفة عامة ما متوجهش من ناحية أمريكا أو من ناحية الكفاءات in general،
الكفاءات المغربية بأمريكا. كنشوفوا هناك اهتمام أكثر من ناحية الشرق أو من بالنسبة لجهة أوروبا، فكنتمنى أنه الإعلام يسلط الدور أكثر على الكفاءات المغربية اللي في أمريكا وعلى الفنانين. شو هي مشاريعك الجديدة هلأ؟ شو عم بتحضري؟ سفراتك، الألبوم، السيدة، خبرينا. كنحضر جولة لكندا إن شاء الله في هذا الشهر، كذلك مشاريع مع production company بكندا كذلك. فغنكون متواجدة أول بمونتريال وبعدين بتورونتو. كنحضر أغاني سينجلز مع ملحنين مغاربة اللي أنا هناك، يعني ملحنين اللي أنا إن شاء الله غيكون تعامل جميل جدا. الأغاني غتصدر إن شاء الله بعد الصيف. I'm very excited. وإن شاء الله سنة 2013 تكون سنة خير وتكون أعمال اللي أنا متفائلة فيها ومتأملة خير وغتكون بالمستوى المطلوب اللي إن شاء الله يزيد من اسم نضال في المستوى الراقي. ما أنا إلا بشر عندي قلب ونظر، ما أنا إلا بشر عندي قلب ونظر، وانت